المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من قناة نصر 24، إليكم نشرة الأخبار، هذه عناوينها. في خطابه أمام الجمعية العامة بنيويورك، رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو يؤكد أن القارة الإفريقية تعاني وبشكل كبير من العمليات الإرهابية. رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور حمدوك يعود للبلاد بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكدت استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير. ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ينفي إرسال السعودية أي رسائل لإيران وأن المملكة لن تتحدث مع اليمن بشأن النظام الإيراني. إلى تفاصيل النشرة. خاطب رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو خلال مشاركته أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 في نيويورك الدول الأعضاء، مؤكداً أن القارة الإفريقية تعاني وبشكل كبير من العمليات الإرهابية والحروب الأهلية والنزاعات والصراعات الإقليمية في بعض الدول الإفريقية. وأوضح رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو أن الإرهاب الدولي يمثل أكبر مهدد للأمن والاستقرار والسلم الدولي على حسب نتائج مكتب الدراسات الدولية. برعاية كريمة من سيدة البلاد الأولى هند ديب إتنو ومؤسسة القلب الكبير، افتتحت دار إيواء الأطفال فاقدي السند بتشاد، وأطلق عليه مركز عيالي بتمويل مقدر من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف المركز لدمج الأطفال فاقدي السند إلى المجتمع دون تمييز أو تفرقة حتى يصبحوا أناسا فاعلين يمكنهم الاعتماد على أنفسهم في كافة المجالات. الناس كله جميعا فرحانين بكون جينا اليوم، بيجينا شلنا المفتاح على السانتر ده، ما حد بقى لينا قلنا نسموه سانتر إيالي، عشان زي ما تعرفون في جمينا وأغلبية في تشاد نقول إيال الشوالي، لكن أنا نقول الشاري ده الشاري يواي ما ولده ما جاب إيال، إيال ده إيالنا علينا وعلينا نقول نتحمق به. جينا اليوم فتحنا البكان ده، بكان ده بقى بنينا فين يدنا بقى بكان اندرانسا بقى شغل كبير وشغل بنت فوق مصر. ونشكر الجمهور الإمارات، دولة الإمارات السيد محمد علي، ونشكر لأنه اتحمى فوق وقمى بكل جهوده وساعدنا وجينا اليوم نجينا الصندوق ده. ونطلب من أي نادو وقولوا إيمانيتير وقولوا ميسان، لكن أنه نقولوا نادو من عنده قلب كبير، نطلب منه كل الناس اللي عندهم قلب كبير وكل المؤسسات عشان يجوا يشاركوا معانا ونقدر نسوي زيادة من ده، زي ما جبير قالت السكرتير بتينا على الفونداسيون، قالت الإيال ده ما قاعدين إلا فين جنبينا، إيال ده قاعدين في الأقاليم في الفنتوا ريجيون كله، إيال ده قاعدين وكان قدرنا وبنينا لهم في أي ريجيون أي إقليم مكان، وإيال ده قدرنا شيلناهم وحطيناهم وأنتيناهم. لو كان شيء كان ما تقدر تنتيم كله، كان أنتيناهم الكوب على الأبهات، جبونسكي تشاد تمشي قدام، وإن شاء الله ربنا يساعدنا ونلقوا جيل وجيل سليم إن شاء الله. شكرا. في إطار الشراكة بين تشاد والحكومة اليابانية، تم الاتفاق على التعاون بدعم تشاد من قبل الحكومة اليابانية لدعم قوات الأمن والدفاع، ذلك من أجل تعزيز وحدة مكافحة الإرهاب باللوازم العسكرية. وقع من الجانب التشادي وزير الاقتصاد والتخطيط عيسى دوبرانج، وعن الجانب الياباني سفير اليابان توسومو توساوا. في الشأن السوداني، عاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له للبلاد بعد مشاركته في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وزيارته إلى فرنسا ومباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكان في استقباله في مطار الخرطوم عدد من الوزراء والمسؤولين.
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن مشاركة وفد السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الحالية واللقاءات العديدة التي أجراها مع المسؤولين المشاركين في الدورة بجانب زيارته لدولة فرنسا من شأنها أن تسهم في رسم خارطة جديدة لبناء علاقات السودان الخارجية التي تمهد لدعم السودان في المحافل الإقليمية والدولية. ووصف حمدوك في تصريحات صحفية عقب عودته من المشاركة في أعمال الدورة وصف هذه المشاركة بالإيجابية وأنها حققت ما يصبو إليه السودان. وصفت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله التجاوب الكبير والرغبة الأكيدة التي لمسها وفد السودان من المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بجانب الحرص على إدماج السودان وتطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وامتدحت وزيرة الخارجية مشاركة وفد السودان في اجتماعات الجمعية العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور حمدوك، وذكرت أن حمدوك عقد 55 لقاء مع رصفائه ولقاءات مع المنظمات الدولية تناولت كافة التحديات التي تواجه السودان والسبل الكفيلة بحلها. عاد المتظاهرون العراقيون إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد يوم شهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن في بغداد وعدد من المحافظات خلفت قتيلا ونحو 200 جريح. هذا وبدأ الجيش العراقي الانتشار في شوارع الناصرية لدعم قوات الأمن. أكدت المفوضية العليا في العراق لحقوق الإنسان أن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه الحارة والرصاص الحي. وقال عضو المفوضية علي البياتي أن هنالك مندسين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وقاموا بحرق إحدى البنايات القريبة من ساحة التحرير. واعتبر البياتي أن الأمر تقصير حكومي وضعف في الجهد الاستخباراتي وفشل في حماية التظاهرات كحق أساسي مكفول بالدستور. نفى وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إرسال السعودية أي رسائل إلى إيران، مؤكدا أن المملكة لم ولن تتحدث مع اليمن عن النظام الإيراني. وقال الجبير إن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق. وأضاف الجبير أن دولة صديقة سعت للتهدئة مع إيران وأن السعودية أبلغتها بمواقفها الداعية للأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجبير أن اليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية. وجدد الجبير موقف المملكة العربية السعودية الداعي إلى وقف دعم إيران للإرهاب وسياسة الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية. النشرة انتهت إليكم تذكير بأبرز ما ورد فيها. في خطابه أمام الجمعية العامة بنيويورك رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو يؤكد أن القارة الإفريقية تعاني وبشكل كبير من العمليات الإرهابية. رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور حمدوك يعود للبلاد بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أكدت استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير. ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ينفي إرسال السعودية أي رسائل لإيران وأن المملكة لن تتحدث مع اليمن بشأن النظام الإيراني. من قناة النصر 24 قدمت لكم نشرة الأخبار. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.